كما جمعتهم وطالبوا الحرية والكرامة في بداية الثورة، ها هم السوريون في الولايات المتحدة يجتمعون من جديد أمام نصب واشنطن التذكاري في العاصمة الأمريكية ليعيدوا إحياء الذكرى السابعة لثورتهم، وتصدح حناجرهم بصوت واحد مرددين هتافاتها الأولى، ويعلو صوتهم مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبة نظام الأسد ودعمه على جرائمهم المرتكبة بحق شعب حر كريم. الثورة لن تموت ومستمرين فيها الثورة حتى إسقاط هذا النظام المجرم الإرهابي، النظام اللي ما جرى ولا سمعنا مثله في التاريخ، هالمجرم هذا اللي جاب المجرمين معه والإرهابي بوتين رئيس روسيا، ونحن مستمرين ثورة لن أبدا لن نتوقف حتى إسقاط هذه العصابة في دمشق. رسائل بصرية وإنسانية حرص المشاركون على إرسالها من خلال مشاهد تمثيلية ولافتات عبرت كلماتها عن مكنونات كل سوري، فتذكير المجتمع الدولي بمعاناة هذا الشعب وتهجيره الممنهج من أرضه يعتبر واحداً من أهداف التجمع الذي ضم سوريين أتوا من مختلف الولايات الأمريكية. نظمنا هذه المظاهرة اليوم بدي سي، ونعرف أنه ممكن ما نحصل أي نتيجة، بس على الأقل على الأقل على الأقل منوقف جنب الناس وأهلنا اللي جوا هن اللي عم يتعذبوا، فهي على الأقل تضامن معهم، وأن نحن لساتنا مستمرين، ثورتنا ما رح تموت ونحن ما رح نموت. قضية المعتقلين ومعاناتهم لم تغب عن مجريات الحدث الذي امتد لساعات، حيث عمد بعض الناشطين للتذكير بآلام المغيبين قسراً في غياهب سجون النظام ومعتقلاته، مستعرضين حالات وقصصاً لسوريين طال أمد احتجازهم ليتجاوز سنوات عدة. مرحبا ذكرى الثورة، مرحبا ذكرى آذار، هكذا هتف المتظاهرون لثورة الشعب الأبية، لومضة التاريخ السوري المذهلة التي بزغت وسط ليل طويل مثقل بالخيبات. هذه المظاهرات والهتافات هي مجرد تحية للثورة وأحرارها، فلمثلها ترفع التحايا وتنحني الهامات أمام دماء هذا الشعب العظيم. 7 سنوات ولسه بدنا حرية. كينان الشريف، أورينت نيوز، واشنطن.